سلام صحباتي وصحابي، تنتمنى تكونوا مزيانين. اليوم جيت لكم بواحد الفيديو خفيفة ظريفة، تنتمنى تعجبكم على كيفاش طولت شعري. واحد الوصفات اللي هما طبيعيين، فريمون كان شعري قصير راه بارطاجيته معكم في سناب شات وقلت صافي سي بون خصني نطولو، طلع لي في الراس وقلت نبارطاجي معكم شنو درت لشعري، باسكو في لا فيديو الاخرى كنتو طلبتوها ليا وقلت اليوم غادي ندير لكم فيديو خاصه على الشعر. مي قبل ما تبداو، الا ما كنتوش مابونيين، سميتي ملاك وعندي 23 عام، تابوناو ونكملوا على الفيديو. اول حاجه استعملتها هي التومه. التومه المنافع ديالها زوينه بزاف، مزيانه للماكله، مزيانه للشعر، بزاف ديال الحوايج سورتو تطول الشعر. ولا الا عندك شي اماكن شي بلايص ما فيهمش كاع الشعر، الا حكيتيها مع الوقت تبدا ينوض الشعر. اذا شنو تندير انا؟ يمكنكم تحكوها بالحكاكه الصغيره، ولكن انا قلت لي العجز اللي فيا تنشد، مثلا تنشد كبر من هكا، تنشد اكبر راس ديال الثومه، مثلا تنستعمل شي 3 ولا 4. ساليت واحد الوقيته قالت لي ماما ما عتمل الثومه تتسالي دغيا، قلت لها ماما راه انا اللي تنستعملها. قلت لكم تنشد فريمون الضرس ديال الثومه كبير وتنقطعو على طوله هكا باش تيجي ديك الجهه اللي فيها الماء ديالها. وغادي نوريكم واحد ليكستري هكا كيفاش تنابليكيها. تنشد الشعر تنقسمو بيديا، تنقسم باش تتبان الجلده، وتنبدا نحك داك المناطق سقطو القدام، البلايص الا بغيتو تنوضو فيهم الشعر. انا بلاصت مثلا كنت هنايا عندي الشعر شي شويه قليل، بديت تنانسيستي تما. وكما تتلاحظوا هنا، هنا هاد لي شي اسمهم لي بيبي هير ولا لي روبوس ولا هاد الشعيرات الصغار، هادو بداو تينوضوا ليا سورتو القدام، كنت انسيست عليهم. مثلا ملي تنجمع شعري تيعجبني هكا نهبط داك الزغيبات الصغار، تيجيو صراحه زوينين. هذه هي اول حاجه ننصحكم بها. يمكنكم مثلا ديروها في زيت العود، زيت البلديه، زيت الزيتون، كل واحد شنو تسميها. يمكنكم ديروها تخليوها مثلا شي سيمانه ولا شي حاجه، غير طلق الثومه في الزيت وداك الزيت هو اللي تشقوا به شعركم. ولكن انا الشعر ديالي دهني، تن ايفيتي مثلا لي غوسيت اللي فيهم زيت الزيتون، ولكن غير الثومه بوحدها كافيه. بوغ الناس لا يقولوا لي الريحه، صراحة كاين الريحة، مي إلا كترتو منها، إلا كترتو منها بزاف، ولا إلا خليتو، إلا حكيتو التومة بالحكاكة وشقيتو بها شعركم، سي فغي غادي تخلي لكم الريحة. نهار الأول أكترية تتخلي الريحة داك الليلة باش تنشف الشعر، مي أبخي مي تندير السيروم وداكشي صراحة تتمشي الريحة ما عندكم، ما تخافو، غير ما تكتروش منها. جربوها البنات على حسابي، غادي تلاحظوا الفرق بزاف. ثاني استوس اللي درت وساعدتني واحد لابوني في سناب شات، ميرسي بزاف، هي اللي قالتها ليا، هي تنماس شعري كل ليله. تنشد شي زيت مثلا زيت كوكو، مي فريمون غير شويه، سورتو بالبنات اللي عندهم الشعر دهني بحالي. قلت لكم هكا تتشدوا شويه ديال الزيت، تتسخنوا في يديكم و تتهبطوا شعركم، فريمون تتهبطوه لقدام، تديروا شعركم لقدام وتتبداو تماسيو. فريمون ديك الطريقه تتخلي الدوره الدمويه تتحرك في شعركم، الى شي بلايص ما فيهمش الشعر تتنوض. فريمون حاولوا كل ليله كل نهار 5 دقائق حاولوا تماسيو شعركم، سواء شعركم القدام ولا شعركم عادي. ومنين ديروا الزيوت لشعركم باندويل حتى هو مصيوه، باسكو ماشي ديروا الزيت لشعركم وتقولوا راه كافي، ديروا مساج. وحاولوا ديروا مثلا هذاك بلاستيك شو سميوه، هذاك اللي تي الماكله، حاولوا تدوروا به شعركم وديروا شي زيف، زيف حياتي ولا هذا، باش يسخن داك الشيء. ولا بغيتو كاع ديرو الا ما عندكمش الوقت بزاف الشاشوار سخون باش غير يسخن شي شويه شعركم. وبالنسبه للثومه يمكنكم تخليوها مثلا مينيموم واحد الساعه ساعتين، زعما ماشي نص ساعه وتقولوا تغسلوا، المهم مينيموم ساعه ساعه ونص خليوها، ابخي غسلوا شعركم. ثاني حاجه اللي نقول لكم بوغ البنات هكا اللي ما بغيوش الثومه ولا ما فيهم ما يحكوا الثومه وداكشي، هذا شهر ونص وانا تنجربو، حبست الثومه، هذا ديال لا مارك شمس كوزميتيك،
هذا واحد بزاف ديال الزيوت، الا قديت نكتبهم ليكم هنا، بزاف ديال الزيوت مخلطين في هذا الزيت. هذه واحد القريعه اللي حتى هي زوينه اللي فيها هذه بيبات جوغ، تتشد شويه ديال الزيت وتديروا نيشان لشعركم، تتشقوا به شعركم. غنخلي لكم كيفاش شقيت به شعري. قلت لكم هذه تشكيكه سحريه، تطول الشعر، تعطي الكثافات، تحيد له القشره الى عندكم. فريمون قلت لكم هاكي وصلت فيه، وصلت هذا باغ كونطخ فيه ريحه مجهده، يمكن بسبب زيت الاروز. فريمون فيه بزاف بزاف ديال الزيوت اللي مفيده للشعر، بوغ البنات اللي ميمكنش تشري بزاف ديال الزيوت وديرهم في شعركم. هذا صراحه زوين. قلت لكم هذا باغ كونطخ من غير الثومه، هذا ميتتشمو فيه ريحه مجهده، ولكن اون فوا تتغسلو في الحمام مع الشامبوان وداك الشيء بحال ما درتي والو ما تيشدش كاع فيه الريحه، ما فيهش زيت الثومه. زيت الثومه فريمون مجهد، هذا فريمون زوين. غادي تلقاوه عند لا مارك شمس كوزميتيك، كنخلي لكم لي ديتاي لتحت. هي كاينه في الرباط، تدير لا ليفريزون كاع المدن فيا امانه. وصراحه زوين لي برودوي ديالهم بيو، لي برودوي ديال هاد السيده بيو، تديرهم على يديها. بوغ البنات اللي ما بغاوش هكا يجربوا الثومه، نصحكم بهذا، هو اللي تنجرب تيجيني نفس المفعول، باقي تيطول لي هاد الزغيبات اللي كاينين القدام ديال شعري. صراحه زوين. هادو هما الطرق اللي درت صراحه. الا ما بغيتوش، الا ما عندكمش لي مويان تشريو الزيت ولا داكشي، تنصحكم غير بالثومه. انسيستيو على المناطق اللي بغيتو اكثر، وخلاص ديروها للشعر كامل، ماشي مشكل. ابري غادي نهضر لكم مور ما ندير هادشي باش تنغسل. انا وريتكم في اخر فيديو، ماشي اخر فيديو، واحد لا فيديو كنت وريتكم هذا سالا ليا، هذا شامبوان ديال لا غام شوارزكوف. قلت لكم هاد لا غام تتخلي فريمون الشعر رطب، وتتحس في الشوفه تيبان لك بانه فريمون صحي، وريحته غزاله. الماسك لا تيكستور ديالو ثقيله. الا بغيتو تعرفوا اكثر عليهم، راه هضرت لكم في لا فيديو ديال شنو الجديد، غنخليها لكم هنايا. فريمون نصحكم، قلت لكم اكثر بهذا بالشامبوان ديالهم، وهذا لا تيكستور ديالو ثقيله. قلت لكم واخا مع الثومه وداكشي، الريحه ديالهم فريمون تتغلب ريحه زوينه تتبقى في الشعر، سورتو منين تندير السيروم. تر السيروم ننصحكم به، بوغ السيروم الثمن ديالو الا خفت ما نكذب داير ب 150 درهم، ميبانش ليكم راه صغير، مي فريمون شويه منه، شويه شويه غير تتكذب شي شويه، و تيقد لك هكا لتحت ديال شعرك كامل. هذا راه عندي شي كتر من شهرين ولا كتر تنستعملو انا وماما. ماما شعرها ناشف، تتستعملو كتر مني. قلت لكم هذا يقدر يكون تيدير ب 150 درهم. غادي نخلي لكم لي ديتاي كاملين لتحت، ننصحكم به بوغ الناس اللي تقلبوا على سيروم زوين تيغدي الشعر، وسورتو سورتو بانه حتى هو ريحته غزاله داير بحال هكا، واحد في واحد تقيبه صغيره تيخرج منه البرودوي. هذه هي لا روتين اللي تندير الشعر. عافاكم البنات الا كان تيطيح لكم الشعر، ولا راه انا بعد المرات دازتني هذه القضيه، فريمون تندير هكا لشعري تلقى بانه كاين بزاف ديال الزغبه، فتي فريمون تنتخلع. جربوا هاد الوصفات باسكو شي نهار غادي نوضوا مع الغد، نلقاو الله يحفظ حتى شي زغبه في شعرنا. تنتمنى ان هاد لا فيديو ما طولتش عليكم، استفدتوا مني ولو شويه. الى عجبتكم لا فيديو خليو لي كومونتير، خليو لي اي حاجه بغيتوها، على الراس والعين تنقرا لي كومونتير ديالكم كاملين. خليو لي ان بوس بلو، وتهلاو ليا سورتو فراسكم، وتكبطوا ليا في هذا البرد، بزويت بزاف، وما تنساوش تهلاو فراسكم. سلامه صحاباتي وصحاباتي.